لا تحتاج إلى مساحة واسعة لتخزينها أو استخدامها. يمكن أن تسير بالكهرباء أو البترول أو الطاقة الشمسية، ويمكنك قيادتها من دون ترخيص. من الخارج تشبه السيارة، إلا أنها من دون عجلات. هي سيارة بلاك فلاي الطائرة من إنتاج شركة أوبنر الكندية. قبل الإعلان عنها قامت بحوالي 1400 تحليق اختباري لمسافة قاربت 20,000 كيلومتر، وسبقتها 20 من النماذج المختلفة حتى استقرت الشركة على الشكل الحالي. سيارة طائرة برمائية يمكنها الإقلاع والهبوط أفقياً وعامودياً على الماء واليابسة. يصل ارتفاع بلاك فلاي إلى 1.5 متر وطولها 4 أمتار. لا تتسع حتى الآن سوى لشخص واحد لا يزيد وزنه عن 114 كيلوغراماً، فالطائرة ذاتها لا يزيد وزنها عن 113 كيلوغراماً، ويمكن توجيهها عن طريق عصا التحكم أو لوحة إلكترونية للقيادة الذاتية. بلاك فلاي تعتمد على محرك كهربائي يمكنه التحليق لمسافة 40 كيلومتراً بسرعة تصل إلى 62 كيلومتراً في الساعة، وهي السرعة القصوى المسموح بها للطائرات الخفيفة في الولايات المتحدة. فئة الطائرات الخفيفة لا يشترط لصاحبها الحصول على رخصة طيران، إلا أن هناك بعض القيود. طائرات هذه الفئة غير مصرح لها بالتحليق ليلاً أو فوق المناطق المكتظة بالسكان، كما يجب أن يكون الجو ملائماً للطيران، لا تسوده غيوم كثيفة أو رياح شديدة، وحرارته معتدلة لا تصل إلى درجة التجمد أو الحرارة العالية. إلا أن أوبنر تحاول تسويق بلاك فلاي كوسيلة نقل يمكن لأي شخص استخدامها في المستقبل القريب جداً، ولذلك تحاول التعامل مع هذه القيود من خلال فرض تدريب خاص لمشتري الطائرة واجتياز الاختبار الكتابي الخاص بإدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة. كما أمنت أوبنر الطائرة ببطارية إضافية يمكن أن تسيرها لمدة 10 دقائق اعتماداً على الكهرباء، كما يمكن للطائرة الانتقال إلى الطاقة الشمسية. أما الوقود فهو الملاذ الأخير، وهي كلها عوامل تأمين للمركبة خلال التحليق. أما في حالة الهبوط الاضطراري فترتكز الطائرة على 8 محركات دفع ذاتي يمكنها التحليق بها كالمظلة. قيمة سيارة بلاك فلاي الطائرة تساوي سيارة دفع رباعي عادية، فهل ستكون خيارك القادم للتنقل بين أرجاء المدينة؟